خليني ادخل معاك في الكره العالميه وتحديدا مينلي طبعا هنتكلم على بشكل اساسي على الكره الاوروبيه والبدايه الحقيقه مع مباراه المنتظره، المباراه الاهم الموسم ده، المباراه اللي هتجمع بين تشيلسي الانجليزي ومان سيتي الانجليزي في نهائي دوري ابطال اوروبا. كان مفترض انه المباراه هتستضيفها اسطنبول، ولكن طبعا عشان تداعيات انتشار فيروس كورونا تم الاستقرار. كان في مفاضله بين ويمبلي في انجلترا وبين البرتغال، وتم الاستقرار على اقامه المباراه في البرتغال. قبل ما ادخل معاك في نهائي تشامبيونز ليج، خلينا نشوف ونتابع معاك ومع المشاهدين انفوجراف كده يوضح لنا الفوارق الماليه، مقارنه كده عاملينها مجهزينها في السادسه، الفوارق الماليه في الامكانيات الماديه بين تشيلسي وبين مان سيتي، ونرجع نبتدي كلام. يلا بينا. بنتكلم على فرقتين، فريق قيمته او قيمه لاعبيه حوالي مليار يورو، وفريق تاني حوالي بنتكلم في حدود 800 مليون يورو، ودي مش ارقام اعتقد مقارنه طبعا بالانديه الاوروبيه، بنتكلم على مستوى دوري ابطال اوروبا مش ارقام كبيره جدا، فده شيء يحسب لادارات الانديه، خصوصا انه الفرقتين ومع وصولهم لنهائي دوري الابطال ما بيضموش نجوم صف اول، ما بيضموش نجوم زي رونالدو او ميسي او نيمار او امبابي او محمد صلاح، النجوم دايما اللي هم في قائمه الجداول.